فكيف بالتعامل مع الله جل وعلا الغني الحميد؟ كلنا نسمع بالمثل القائل جابر عثرات الكرام، وأصله أن رجلا كان أميرا على إحدى الولايات زمن سليمان بن عبد الملك، ثم سمع أن رجلا من الرجال الأوفياء الكرماء أصابه دين فانقطع عن الناس ولزم بيته، فأخذ 4000 دينار وذهب إليه في ظلمة الليل وطرق بابه وأعطاه إياها، فاستحلفه بالله أن يقول له من هو فأبى، فلما أكثر عليه قال له يريد أن يتخلص منه أنا جابر عثرات الكرام. ثم مضى الرجل، بقدر الله أخبر زوجته بما وقع، وأظن أنه حسن من الرجل أن يخبر أحدا من الناس أي فرد بشيء يخصه، فقد تحتاج إلى هذا الرجل ذات يوم شاهدا معينا نافعا، لا يحسن أن تكون كل الأمور مكتومة. فالرجل أخبر زوجته بالقصة وأنه استحلفه وأنه قال له جابر عثرات الكرام. ثم إن الوالي أي أمير المؤمنين بدا له أن يغير هذا الرجل الذي أعطى 4000 دينار وأخذ يبحث عن بديل، فذلكم الأول خرج من عزلته لأن 4000 دينار أحيته من جديد، هو لا يعلم أن صاحبه هذا الذي أعطاه إياها. ثم إن الخليفة اختاره لأن يصبح بدلا من هذا، فوجد نقصا في بيت المال قدره 4000 دينار، فأخذ يجلده يسأله أين المال، وهذا تأبى نفسه الحرة أن تخبره أنه أعطاه إياه، فما زال يجلده يوما بعد يوم يريد له أن يقر. فلما أكثر عليه علمت المرأة فمرت على هذا الأمير وقالت ما كان جابر عثرات الكرام ليستحق منك كل هذا، ففطن وعرف أن هذا غريمه وخصمه الحق الذي كان يبحث عنه، خصمه وغريمه بمعنى الرجل الذي ينشده، فاستحيا منه وأكرمه وطيبه ثم أخذه إلى أمير المؤمنين وقص عليه الخبر، فأعجب أمير المؤمنين بحسن تصرف الرجلين. موضع الشاهد من هذا الخبر التاريخي أن هذا الحر الأبي نفع معه المعروف وكمل معه الصنيع، هو محتاج إليه، لكن العباد عندما يتعاملون مع رب العباد جل جلاله يعتمدون على ركيزتين عظيمتين، أولا غنى الله عن عباده، والأمر الثاني أن الله لا يظلم عباده، غنى الله جل وعلا عن عباده وأن الرب تبارك وتعالى لا يظلم عباده. فإذا أدرك المؤمن هذا سارع في الخيرات وسابق في الطاعات مستصحبا بين عينيه قول الله جل وعلا إن الله لا يضيع أجر المحسنين، وقول الله جل وعلا إن نحن نكتب ما قدموا وآثاره وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فأمثال هذه الآيات تزيد المؤمن يقينا بالطريق الذي يسلكه والسبيل القويم الذي يسير عليه. طول الأيام وطول الأمد أخبر الله جل وعلا أنه من أسباب قسوة القلوب، ومثل هذا يتغلب عليه بأن الإنسان ينوع في العبادة، فكل ذات مرة يسلك طريقا حتى يقطع على نفسه أن يدخلها السآمة والملل من العمل الصالح، ويبقي على عمل وإن كان قليلا دائما. أحب العمل إلى الله أدومه وإن كان قليلا، أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، كما في البخاري في الحديث الصحيح.